أهلا وسهلا بكم أعزائنا المشاهدين إلى حلقة جديدة من تواصل دوت كوم. أربعة موضوعات نناقشها اليوم، وقبل المضامين نشاهد وإياكم العناوين. في البداية سنتوقف مع واقع وقصة امرأة من كربلاء تعيش حاليا في الشارع هي وبناتها بعد أن طردت من سكنها. حدث يذكرنا بوعود عبد المهدي بتوزيع قطع أراضي على مواطنين. في البصرة معلم يعمل بنقل المواد الغذائية مقابل أجرة بسيطة بسبب تأخر دفع الرواتب لموظفي العقود الذين يظهرون بالصورة التي رأيتم. بعد تقليص الحصة التموينية في عنوان ثالث نذهب إلى مواطن من قضاء المدينة في البصرة يوثق حال طحين الحصة التموينية واحتوائه على الديدان. المقطع الأخير سيكون مع زحام وتدافع شديدين في مؤسسة الشهداء العراقيين في بغداد، ونشطاء يعلقون المسؤولون يتفننون بالفشل وأذية المواطن. أهلا بكم من جديد. في بداية تشكيل حكومته وعد عادل عبد المهدي قبل نحو 9 أشهر وأمام وسائل الإعلام الحكومية وقال إن الحكومة عازمة على توزيع قطع أراض للمواطنين وتأمين سكن لائق لهم. هذه الوعود بحسب نشطاء بقيت حبرا على ورق كونها تخالف الواقع على الأرض. قصة اليوم من كربلاء، وهناك امرأة فقيرة سكنت التجاوز مع بناتها بسبب عدم توفر سكن يؤويها وعائلتها. المرأة توجهت إلى المرجعية الدينية في المدينة فلم تفدها في شيء، وها هي اليوم إلى جانب بناتها على قارعة الطريق بعد تهديم منزله. يهدمون البيوت ويتركون الناس يفترشون الطرقات دون توفير أدنى ما يحتاجه هذا المواطن من احترام لكينونته الآدمية. الحكومة التي وعدت بتوفير قطع الأراضي كان هدفها كما أعلنت أن تشمل من لا يملك أرضاً ومنزلاً لكي توفر سكناً لائقاً له. ناشطون قالوا بما أن الحكومة لم تفي بوعدها بتوفير الأراضي كان عليها على الأقل تأجيل عمليات الإخلاء للفقراء من الأراضي التي تجاوزوا عليها إلى حين توفير البديل لا أن تشردهم. مواطن بصري فقير سكن مع عائلته قرب أحد المدارس التي يعمل بها حارسا، ستجدونه يصرخ بقلب مفجوع في وجه القوة التي خرجت لتهدم منزل التجاوز الذي يسكن فيه. نشاهد معه. والله انا عراقي، انا عراقي، والله جدي عراقي وابوي عراقي، انت متجوزين. اشكوك يا الله، اشكوك يا محمد. يقول لي اسحق اسحق، يقول لي اسحق. باكو ما اطلع، والله ما اطلع، والله ما اطلع. لا ابوك لا ابو حد برخصت اخويا برخصتك. انا علم التجاوز يا ابو حد التجاوز. ذبحوني وقتوني، والله ما اطلع. عسى لا تطلع بس استراح. ما اطلع والله ما اطلع. ان شاء الله ما اطلع. انا اموت خل اموت حتى اشيل الذبتي. لا قلت لك خل اموت. يومي جاي لي عم. من حق المواطنين الاعتراض طالما لم توفر لهم بدائل، تسعى إلى تطبيق القانون وتتجاهل روح القانون، تسعى إلى هدم التجاوزات ولا توفر لهؤلاء الناس الذين يسكنون بالتجاوزات بين قوسين، لا توفر لهم أدنى الحقوق الآدمية التي يستحقونها
وهي جزء من حقوقهم، لا مكرمة ولا منة من أي شخصية سياسية. إلى موضوع آخر لكنه من البصرة، هذه المدينة التي تطفو على بحر من الذهب الأسود كما يصفها النشطاء. أحد المعلمين هناك يعمل بصفة عقد، كان يأمل بأن يتم تثبيته في الفترة أو في المرحلة التي أعلن عن تعيينها في مديرية التربية قبل أيام، وعين الكثير. هذا المعلم للأسف يعمل حاليا بنقل المواد الغذائية مقابل أجرة بسيطة بسبب تأخر دفع الرواتب لموظفي العقود يعملوا بنقل الأغذية. لماذا؟ حتى يعيل نفسه ويعيل أهله بسبب تأخر الرواتب. الرحمن الرحيم. اليوم لفت انتباهي، عندي أخي بمعنى ممثل رابطة معلمين درسي العقود في محافظة البصرة، جاني أحد الكوادر التربوية في محافظة البصرة الأستاذ أسعد، أحد معلمي في ناحية عز الدين سليم الهوير، وهذا حاله، يعني هذا حال التربوي. أسرع أشرح لكم القصة يعني وحطها بين يديكم وجميع إعلامي ومثقف، خلي توصل لها الصورة. شنو أنت أستاذ أسعد؟ خريج ألفين. نعم. أنا خريج وصار لي 6 سنوات أداوم عقد، وهم يدرون كل زين بالرواتب تصرف كل 5 أشهر مرات بالمباراة. زين أنت هسه بعد ما يعني ماكو راتب بديت تشتغل، شنو تشتغل؟ هسه أشوفك مدمر وأشوفك مبهدل، ليش؟ نقل الحين من الوكلاء للناس، أروح أنقل من الوكلاء من الناس، بس اللي يهضمني يطلعوا لي اللي يعطوني الاجر مالي الطلاب اللي ادرس. هاي الشغله يعني هسه انت تشتغل بسدود وانت مدرس معلم في تربيه البصره بصفه عقد. زين مو صار بي المحافظ مصدر بكم قرار تعيين؟ المحافظ صدر قرار تعيين، نعم، اكثر من امر اداري بتثبيت من هاي الدرجات ال 2000 درجه وظيفه. ليس هذا كل شيء، لدينا مقطع آخر في هذا الموضوع. إلى مواطنين ومن أمام مبنى مجلس محافظة ذي قار عبروا عن غضبهم بسبب احتكار الأحزاب للوظائف والتعيينات وقصرها على مريديهم وتابعيهم، بينما يعيش المواطن العراقي الذي لا ينتمي لأي حزب يعيش على الأمل بالحصول على وظيفة. تمر السنوات ولكن دون جدوى وهو ينتظر. نستمع الآن إلى شهادة مواطنين من الناصرية. احد من الشعب يحكم وانتم كافي صار لكم 16 سنه سويتوا بالناصريه، لكن سويتوا بالعراق 16 سنه محافظه بس احزاب، يروح حزب يجي حزب، يروح حزب ومو احزاب، دكاكين للتعيينات، دكاكين لهم الاحزاب هم، وانتم انطوا فرصتكم ناس مهني، يعني ماكو واحد مهني بس انتم، ماكو واحد شريف بس انتم، ماكو واحد خير بس انتم، عم انطوا فرصه للناس، انطوا فرصه للمهندس، انطوا فرصه المهني، كافي عم ناس خيره، اكو ناس ما عاد احزاب، ناس مسالمه، كيف تبني؟ والله هسه من الصبح لهسه بالشمس عندنا مصالح، ضاغطين عليكم تعيين، ضاغطين عليكم مقاوله، صار لنا 10 سنين هوس، متعينين عمنا، جايبين قرايبنا تعيين، عم مصلحتنا بلد دمرتوه، عيب خجلوا، هسه انت ما تستحي من تروح للدول وكلكم عايشين بالخارج انتوا، ومشوفون ولدكم هناك تتونس ما تشوف؟ هسه انت باب المحافظه ولك سكاتنا الوسط، محافظه سكاتنا الوسط ولكم 4000 حاله سرطان بالناصريه، 4000 حاله سرطان، المياه ملوثه، بشرفك احنا القرن 21 2019 نبني ابار يحفرون ابار ناسنا، البارحه صورتكم ابار ماي مالح ابار، وانت قاعد هنا قاطك والسياره تاهو واللوبيا وجهك منور متفح والعالم دقت الشمس، من تكون انت؟ لك من تكون؟ ايش ما تزبال انتم؟ كافي. الحصة التموينية التي تقلصت، طبعا نذهب الآن إلى موضوع آخر. الحصة التموينية تقلصت مفرداتها كما تعلمون بعد عام 2003، هو الملف الذي لطالما أرق المواطنين العراقيين بسبب المفردات الموزعة والتي لطالما كانت فاسدة ومن أردأ أنواع المستوردة، وتشوب صفقات استيرادها ملفات فساد كبيرة في قضاء المدينة. نذهب الآن إلى قضاء المدينة في البصرة، وهناك مواطن يوثق حال طحين الحصة التموينية وكيف أنه يحتوي على الديدان
والقمل. تعالوا نستمع إلى شهادته، فربما كان في كلامنا مبالغة. السلام عليكم. وين وزير التجارة؟ عمان مواطن من محافظة البصرة، ناشد وزير التجارة. يا بعد الطحين مال 2019 كله قمول، يعني الله يرضى محمد. حتى دود بي أعطيتونا تمن بي نايلون، قلنا ما يخالف. أعطيتونا شكر من تي مفعولة، قلنا ما يخالف. بس ما أعطيتونا طحين بي دود، يعني ما صاير. هاي خبز خبز ناكل نعمة الله. هاي ومن قضاء لمدينة إلى أهالي ديالة، الأرز بطعم الديدان والحشرات، هذا ما تفاجأ به أهالي ديالة عند استلام الحصة التموينية للشهر الحالي. نشاهد أحد المقاطع الذي وثقه مواطن من هناك. يا أبو هذا الثمن مال الحصة، هذا اليوم استلمناه. طلعوا يا أبو، ايش حاطين نبي جماعة؟ هذا شي يصير حتى يصير تمن لحم لو تمن سلابيح. ضاعوا يا بيع وزارة التجارة، هذا التمن مال اليوم، اليوم استلمته من الوكيل. هذا ضاع لك سباير مالته اليوم، يقولون ما كاتبين والله بيك سباير. ما المهم، صالح لمدة 24 شهر، تاريخ الانتاج حزيران 2018، يعني الحزيران 2020. هو من هسه هاي السلابيح باعوها يا بي، شلونها؟ خلي ياكلون الشعب العراقي. بعد الأغذية الفاسدة بأغلبها، ونقلنا لكم عينات من قضاء لمدينة ومنطقة أو من أهالي أديالا، نذهب الآن إلى معاناة جديدة، أو هي قديمة جديدة لا تزال حاضرة في العراق، ولم يتحرك أحد للأسف حتى يغير هذا الواقع. إلى زحام وتدافع شديد في المؤسسة المسمى مؤسسة الشهداء العراقيين في بغداد، ممر ضيق للدخول والخروج منه، أيضا صور علق عليها ناشطون عراقيون قائلين إن المسؤولين يتفننون بالفشل وبأذية المواطن. إذلال، إهانة، عدم احترام، نوع من التسخيف للتضحية العراقية وللأسرة العراقية وللمسن العراقي والمرأة العراقية، هذا ما علق به نشطاء على الصور التي شاهدتموها قبل قليل. ومن مؤسسة الشهداء العراقيين إلى المؤسسة المعروفة باسم مؤسسة الشهداء السياسيين في البصرة، أثناء تقديم المواطنين طلباتهم في أجواء صيفية قد تصل إلى 50 درجة مئوية، ستشاهدون الآن لقطات من داخل مؤسسة الشهداء السياسيين في البصرة وكيف يتم التعامل فيها مع المواطنين. وصلنا الآن فقرة آراءكم، وهي اليوم مخصصة لأمر جلل، نفوق الآلاف من الأسماك في ناحية السلام بالخمس في ميسان، مشاهد سنذهب إليها الآن. ولكن قبل أن نشاهدها نذكركم أن هناك نوع من الاستياء الشديد ستلمسونه في المنشورات التي كتبها شباب عراقيون تعليقا على الصور التي نشاهدها وإياكم.
شاهدوا مؤسفة موجعة حقا، كيف لهذه الثروة السمكية العظيمة أن تتبدد بفعل فاعل كما يرى كثيرون من النشطاء ومن أصحاب الرأي العام والتأثير في الشارع العراقي. مشاهد مزعجة جدا دفعت العديد من الشباب العراقي للتعبير عن رأيه تعليقا على الصور التي شاهدناها. نقرأ الآن عليكم أبرز المنشورات التي كتبها شباب عراقي تعليقا على الصور. حسين سياف يكتب: رجعت قضية نفوق الأسماك من جديد. إلى منشور ثاني كتبه أو كتبته حوراء، تقول حوراء: لا ارتفاع درجة الحرارة ولا نقص أكسجين، هاي سوالف الجارة الإسلامية إيران كل سنة تساوي بينا هيج. الشعب يعي جيدا طبيعة وحقيقة ما يحدث. إلى أبو قحطان الكعبي وكتب: بالله عليكم إذا ميسان تشكو قلة المياه، وين صارت مياه الفيضانات التي اشتكت منها الناس وغرقت قرى وأسلاف؟ هل بلعتها أرض ميسان وانتهت أزمة الفيضانات وجاءت أزمة شحة المياه؟ افتونا يرحمكم الله. بعد أبو قحطان نذهب إلى رعد عبد الكريم جاسم التي كتبت: أين مسؤولون عاش الأهوار الذين يقبضون الأموال؟ إلى منشور خامس سيد علي المزاني يكتب: يردون يرجعون البلد إلى الصفر، الله ينتقم من كل من سواها. إلى المنشور الأخير الآن حمود البهادلي يكتب: بلد لا سمك لا نفط لا زرع، كل شيء ما مستفادين. حالة من الإحباط، حالة من فهم طبيعة ما يجري، حالة من السخط، حالة من الغضب على تواصل مسلسل نفوق الأسماك على امتداد الخريطة العراقية والإشارات الشبابية الواضحة تشير إلى إيران في مشهد أصبح حاضراً في ذهنية الشباب العراقي، ويعون جيداً أن هناك من يسعى إلى خدمة الأجندة الإيرانية ولو على حساب أبناء الجلدة الواحدة في العراق. الآن ننتقل وإياكم إلى تويتر. يوم النصر العظيم، ذكرى وقف إطلاق النار بعد حرب دامت 8 سنوات مع إيران. تجرع الخميني زعيم الثورة في إيران كما يصفه أتباعه، تجرع فيها السم بسبب قبوله قرار وقف إطلاق النار. الآن نقرأ عليكم 4 تغريدات اختتمت بهذا الهاشتاج: يوم النصر العظيم. دكتور لقاء مكي يكتب: 8/8/1988 يوم كبير في تاريخ العراق ويوم صعب في ذاكرة إيران، ولمن لا يعرف فالخميني أجبر على وقف الحرب في هذا اليوم بعد أن نجح العراق في تدمير حاسم للقوات الإيرانية، ولأكثر من عقد بعد ذلك أمن الناس من شر إيران، لولا أن الغزو وضياع بوصلة دول المنطقة أتاح لطهران استعادة قوتها. يوم النصر العظيم. إلى تغريدة ثانية، هذه التغريدة كتبها عثمان المختار وفيها يقول: 8/8/1988 تحية عز ووفاء وعرفان للرجال، الرجال الأحياء منهم والأموات، كان يوما كأيام سعد وخالد ومعاذ، يرحم الله أخي الشهيد جاسم ورفاقه بهذا اليوم وكل يوم، ومزبلة التاريخ للخونة وباعت الأوطان وأحذية المحتل. إلى التغريدة الثالثة، في التغريدة التالية نقرأ ما كتبه صباح، يقول: يذكر التاريخ ثم يقول: يوم النصر العظيم الذي تجرع فيه الخميني المقبور السم الزعاف. إلى التغريدة الأخيرة نذهب وإياكم الآن، وهي من نصيب إسلام الذي كتب: في مثل هذا اليوم من عام 1988 مرغ أنف الخميني وتجرع السم الزعاف وأذاق من الذل والهوان. يوم النصر العظيم أيام لا تنسى، سطر فيها العراقيون أروع صور الشجاعة والفداء والتضحية من أجل الدفاع عن العراق، وكان محل شهادة كل الدول التي أشادت بقوة وصلابة الجيش العراقي الباسل. يوم النصر العظيم. الآن ننتقل وإياكم إلى فقرة الفيديوهات المتنوعة، ابقوا معنا. في الولايات المتحدة في أمريكا، الدولة التي تتغنى بحقوق الإنسان وبالمساواة كذبا
وبهتاناً كما يرى كثيرون من المتابعين في الولايات المتحدة، اعتقال بنكهة العنصرية. تعالوا نتعرف على المزيد في هذا المقطع المصور. كشف زعيم عصابة يتنكر بهيئة فتاة. كم هي مليئة هذه الحياة بالعجيب والغريب. مشاهدينا، بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام كل ما لدينا في عدد هذا اليوم من برنامجكم اليومي التفاعلي تواصل.com. نلتقيكم لاحقا وأنتم تتمتعون بموفور الصحة وتمام العافية. إلى اللقاء.